مدحوين كوحيجين كا دالكا كان يرغاتي غشاوا وقاركا وصاران إن حلكا لغاقا قادو ما موسكا حيوبين تلهورغي يي بارلمان كا أيا مدحوين ويليام روتو كا عطسادا ينو عافيو وحا ودرسادا عطسي وكوشيغا إن لسييا فرساد كالي ووغو أديغو شعبكا كان يا وحانا وكو دودا ينانو كا ورقبين خلادات كي وكو كعاي لكن وحا وقرتاي إنسي خالدان وولا دقمي مدحوينها وحا كلو باقو ودرسادا بارلمان كا وكا عطسادا ينش شرفتي سبت باديان حلي حلك قادس تدود ديد واي مرايسو ميل حساسية وحان الله في الايام بارلمانكو تضبات كانوا وقادو عدك كالسوني دا يدو ايو موقان ايسو ان مدحوينكو حيجينكا ميشا لغا سارا يو حلي بان ندا قاركود نو حيسو تشيديين ان مركا حلك لغا قادو لغو سوغو دعود الله حديدا حد قدو بوكو سمي يي دستور كا يداو عو قارسي يي ودا چركا ددوينها كان يا ويليام روتو كما تشوابين عدسيقو قيمي كو حيجين كيسا وحانا دبدا وكرري حيا ماموسك حيوبينتا هدي وكو قوليستو انو كتخلو صرقاتي قشاوة وحي نقونا يساميد موچين دون تاوود ديسا ما دامو بارلمانكو ايلا چيران دان كيسا قعانا وكهل ايو نينكي مرا ها عدو قيسا كوواد اي رايلا ودينغا وحادا وكرلي سايو سيدي وو نقون لها قدوميها ورركا ميدوغا افريكا دورشادا لغو دوران ايوهو جانكا وررقاسي ايا وحا بيشا فيبر وريا sanad ka dambe lagu qaban doonaa magaalada Addis Ababa oo diingana waxa weeye murashaxa ugu cadcad dadka u tartamaya kursigaasi 18 oo lagu soo oogay madaxweyne ku xigeenka Kenya ayaa waxa kamida in dawladda uu ku tilmaamay shirkad Saamileeya inuu kiciye qayb kamida dadweynaha ku nool magaalada Nairobi iyo inuu hadal la gafa uu ku duray qoomiyadaha ku wada nool Kenya inta badan eedahan waxa weeye kuwa dhaafin kara xafiiska Masha Allah soo dhawaada La jaanqaad shirkadda Telesom maxmiil waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilisteeda intu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmiil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121